بحث رئيس هيئة الرعاية الصحية مع سفير البرازيل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وتبادل الخبرات الطبية والتكنولوجية والعلمية والنفاذ لأسواق جديدة بالسياحة العلاجية. يأتي هذا تزامنا مع انضمام مصر لمجموعة بريكس، كما تم مناقشة إنشاء نظام الدراسات والبحوث العلمية لتعزيز التقدم العلمي في الرعاية الصحية وتطوير البرامج التدريبية وتبادل الزيارات والخبرات بين الكوادر الصحية.